تحياتي للجميع، بتمنى تكونوا بخير. هذا الجزء الثاني من هاي السلسلة اللي أنا أتناول فيه اسم قد يكون معروف للكثيرين، سلسلة تجار القضية، هي ريما الحسن. لحتى ما أطول عليكم أدخل معكم بالموضوع دغري عن ريما الحسن. ريما الحسن يا سادة يا كرام، هي حاليا هي سياسية، هي عضوية في حزب فرنسا الأبية، حزب يساري متطرف، يعني فيك تسميه يعني أقصى اليسار، خليني أقول بلا كلمة متطرف، اللي هو على رأسه جان لوك ميلانشون. هذا الحزب طبعا هي اشتهرت هاي ريما الحسن بمواقفها الدعم للقضية الفلسطينية، وتطلع لكم على طول يمكن بقى لكم صورة حط لكم إياها، حط الكوفية الفلسطينية، يعني هاي السمة تبعيتها. من هي ريما الحسن وليش أنا هلأ عم بحكي عنها؟ هي شخصية من سورية فلسطينية، هي بتعرف نفسها أنها فلسطين لكن هي مولودة بسوريا، وللأسف هي حاملة لإقامة مؤقتة إقامات اللاجئين الفلسطينيين. هي مولودة بسوريا وأبوها وأمها مولودين بسوريا، هاجرت من سوريا أتوقع كان عمرها حوالي 10 سنين لفرنسا، ودرست وتخرجت في فرنسا، فتعتبر نفسها فرنسية فلسطينية لكن هي من مواليد سوريا. لأعطيكم فكرة يعني عن 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 فكرة يعني تاريخها السياسي، هي ما أنا مهتمة أبدا بالشأن السوري، قلت لك هاي قضية إحنا ما بتخصنا، أنا بتخصني قضية فلسطين اللي هي ما شافتها أصلا، يعني لا هي ولا أهلها، لكن هي ما اعتبرتها هاي قضية الأولى. والشأن السوري تعتبر أن هاي حرب أهلية وهي مؤامرة، وهالحكي هذا يعني متبنى يعني إلى حد ما الرواية الروسية، خليني نقول ما بدي رواية النظام، رواية النظام يعني صعب كثير تبناها، لكن الرواية الروسية. وهذا الموضوع more or less هو منتشر بين اليسار الفرنسي، هذا اليسار اللي عامل حاله حرية ونضال وكذا بيجي لعنا لكن هيك بياكل كف على طرف، يعني مثلا جان لوك ميلانشون رفض إدانة متجازر الكيماوي اللي صارت بسوريا، قال احنا ما بدنا نحمل بشار الأسد مسؤولية متجازر الكيماوي، انا ما بعرف كيف ما بتحمله مسؤوليته وتخلى عن ترسانته الكيماوية بعدها، يبدع بتفرج على قناة الدنيا. المهم ليس مش هذا هو المهم، ليش أنا هلأ جبت سيرة ريما الحسن؟ ريما الحسن من فترة رجعت إلى الأضواء بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية من قبل حركة حماس. طلعت ريما الحسن وقالت طبعا هدول الجماعة اللي بيناصروا القضية ما بيعرفوا يناصروا، اللي هي قضية محققة بالمناسبة وكل عليها أفشل محامين في العالم، يقولوا أنه هذا غلط ونحن جماعة أصحاب حق لكن مش بهالطريقة بجيبونها. لا، قالت الهجمات هجمات حركة حماس هي هجمات مبررة على إسرائيل طبعا، مع أنه اليوم تحديدا طلع تقريبا من Human Rights Watch من 276 صفحة بوصف هاي الهجمات أنه كان غرضة إيذاء المدنيين بشكل مباشر، وتم أطلاق عليهم نار بشكل مباشر وحرق بيوت بشكل مباشر، واستندوا لشهادة 144 شخص وفيديوهات وصور وإلى آخر ما لنا فيها. فهي أول عضو بحزب بيتم استدعائه بسبب ترويجه للفكر الإرهابي في المحاكم الفرنسي، هذا اللي جابه يعني للسطح خلى الجرائد تكتب عنه. فشو عملت ريما ريما الحسن؟ ريما الحسن راحت طلعت على سوريا بآذار الماضي طبعا بعد ما صار عنا زوبعة إعلامية والإعلام المقاوم، يعني على سبيل المثال حاجب لكم حط لكم يا بصندوق الوصف لهذا المقال، الجزيرة بتروح بتعمل معها مقابلة طويلة عريضة عن نضالة، طبعا نضال اللي هو ما هرج شعره من راسه بمقابل هذا النضال، بالعكس أكسبه شعبية يعني، وما بجيبوا سيرة موقفة من بشار الأسد، يعني موقفة من قضايا العادلة الأخرى، قضية تحرر شعب على سبيل المثال، شعب بده يخلص من ديكتاتور، ما بيجيبوا سيرة هاي الجزيرة لأن هلا مو وقتها، عرفتوا شلون؟ الشيء اللي استفزني أنا مثل ما قلت لكم أنه راحت على سوريا بآذار مارس الماضي، آذار شهر الثالث سنة 2024، هي من مواليد مخيم النيرة بقرب حلب، فراحت قضت هونيك أسبوعين بسوريا، هالأسبوعين ارتكبت الموبقات كلها. ليش راحت على سوريا؟ قالت انه هي ما عم تشعر بالأمان بفرنسا، ماشي، فهي راحت على سوريا لأن اجتها تهديدات قال بالقتل، تعرفوا كل واحد بيروح بيدعم فلسطين تجي تهديدات بالقتل مش العكس يعني، فراحت هونيك وصورت طبعا كالعادة الحياة الطبيعية وفي أمن وأمان، وعملوا معها مقابلات واستقبلوها استقبال الفاتحين بسوريا يا شباب. بس طبعا يا ريت اللي بيكذب كذبي يصدقها هو بالاول، يعني هي قالت ما بتحس بالامان بفرنسا، طب انت ليش رجعتي على فرنسا؟ ليك سوريا، اذا سوريا 5 نجوم هيك، لا هذا الكلام للاستهلاك الاعلامي، مثل هدول اليوتيوبرات
اللي بيروح على سوريا بيقولوا لك ليك والتعافي والكذا والما بعرف شو، تلاقي هو عم بيصور لك بكاميرا، بتطلع بتشوف الدمار هون، بتشوف سيارات عم بتفوت في بعضها، والناس مشغله مولدات لاني ما في كهرباء. يعني هو عم يحكي القصه وهسه هو الفيديو تبعه نفسه عم بيورجيها. بس مارك اهلا وسهلا مارك، ويلكم تو سوريا، اهلا وسهلا وشرفتونا. شكرا عفوا يا ابو ضوي. اوه مان، هي نوت اونلي سينجز اند هاز ان اميزنج اوتفيت بس هي سيرفز كوفي. خذي معك امريكا، قول له خذ معك امريكا هلا بروح. اه يس سترونج. تمام، فهي راحت على سوريا مثل ما قالت لحتى تورجي هاي وجهة النظر. هلا انا هون جبت لكم اياها، طبعا هون كتبت عنها جريده لو بوان الفرنسيه مقاله طويله عريضه، للاسف المقاله انا فيني احط لكم رابط بالعنوان، لكن المقاله هي ضمن المقالات المدفوعه يعني اللي بدها اشتراك باللو بوان، لكن احط لكم مقاله من صحيفه القدس العربي هي يعني توطئه لمقاله لو بوان او تعقيب عليها لمقاله لو بوان، اللي يعني بتستغرب فيها صحيفه لو بوان الفرنسيه انه انت رايحه على سوريا لانك خايفه من فرنسا. يعني أنا ما بعرف قديش نسبتهم هذول الفرنسيين يعني اللي بروحوا بيطلبوا لجوء بسوريا، لأن سوريا أمن وأمان، يعني حتى من قبل كانت أمن وأمان وهلأ أمن وأمان أكتر. يعني هاي الرواية اللي كانت عم تسوق لغيمة الحسن لما بيطلعوا هذول الناس بدول أوروبية بيحكوا لك بالحرية وبالعدل والقضية، ونحن شعب يعني شعب مظلوم، شعب مهضوم حقه، والحكي هذا طبعا أكيد في ناس مهضوم حقها، هي كشخص أكيد هي عاشت ولدت بسوريا على الأقل من حقها تحمل هاي الجنسية السورية اللي هي لا بتقدم ولا بتأخر، لا تقي من جوع ولا تدفئ من برد. هذا أول ظلم عليهم طبعا قبل ما عليهم ظلم التشريد من قبل، لكن هذول نفسهم اللي طالعين يداعوا بالقضية بشوفوا قضية أي قضية تانية هي تافهة، لذلك هي حتى قضية بلد اللي عاشت فيها مثل كتير من الفلسطينيين بلا ما نكذب بيعيشوا بولادوا فيها للبلد وبيكبروا وبيأكلوا فيها، بعد بيقولك نحن ضيوف في هاي البلد، شي بيجي بعد بيقولك نحن بسوريا كنا مضطهدين هوية ما عنا، لك على أساس أنا كان القرار اللي أعطيك هوية. يعني إذا كان نظام الأسد هو عادل في شغلة واحدة، هو كان عادل بتوزيع ظلمه على كل الموجودين على هاي الأرض. لا يا سيدي، أنت في أمور أخرى كان وضعكم أحسن منه. هاي بينسوها كلياتها، بتصفي هي قضيته هي أهم شيء، وقضيته برجع بقول نفس القصة اللي حكيتها المرة الماضية عن نيكولاس، قضيته بده يناضلها بفرنسا، هي مضطهدة، عرفت شلون؟ مضطهدة خايفة على حياتها، خايفة ما تنقتل، أبجيها تهديدات، لكن بسوريا أمن وأمان، روح ارجع على سوريا، لا ما برجع، روح يشوف على حماس أنت حضرتك اللي فاردي شعراتك لحتى شوف شو بده يصير فيكي، شلون بأي بكاب بده يربطوكي ولا بأي سجن بده يشلفوكي، لا هي ما بتروح بتعملون. وين بتروح؟ وين النضال بيصير؟ أخي النضال هوني حلو، بطلع بتصور جنب جان لوك ميلانشون، جنب هدول الهبلان اليسار هدول اللي هني بصراحة يعني يعني في بهذا العالم بهذا القرن مصيبتين، الجهة الأولى اللي هي تطرف داعش اللي هدوك بيقتلوا، اللي هدوك ممكن يرفعوا سلاح ويقتلوك أو يضربك بسكين، هدول بده يضلوا يقهروك لحتى تموت طيب. هدول اثنين انا بعتبره ارهاب نفسي، وهذاك ارهاب فيزيائي. هيك قدامك وبيجي بيقول لك انت يا اخي السوري، انت ليش مانك متضامن مع القدس؟ انت ليش ضد القضيه تبعي؟ روحوا نطفوا حواليكم. انا هاي الكلمه قلتها بالفيديو الماضي وبدي اقولها وبدي اعيدها 50,000 مره، بدي اقول لكم روحوا نطفوا حواليكم ولا تسالوا ليش الناس كرهت. أنا واحد كواحد سوري هولندي لما بشوف هذا الكلام بقرف. روحوا نطفوا حواليكم، بس واحد يروح يحط لكم الكوفية إذا بيكون أعرص من عليها بصير بطل، بصير مقاوم، بصير مناضل، وإذا بيروح بيسب العالم كله، بيروح بيستخف بدم الناس كلياتها، لا بيروح بيطبل لديكتاتور، لا حقه، المهم القدس، المهم فلسطين. والله أنا ماني قليل ذمة وقليل شرف، وعندي الدم الناس حرية الناس كلياتها، من حق البشر كلياتها بالحرية، وأول أهل بلدي والناس اللي ربيت بيناتهم، ولا يخيروا على أحد. روحوا نطفوا حواليكم. الكلام اللي أنا قلته ححط حاول أجمع روابط قدر الأمكان وحط لكم إياه بصندوق فوق الوصف، ونراكم في فيديو قادم ضيحة أخرى لجماعة القضية. سلام.